كنعرفو تلاقيت معاه في واحد الظروف اللي كنت انا كنت في ظروف في حالة نفسية خايبة، كنت حاملة وكنت خايفة من الناس، كنت خايفة اي بنت كتكون حاملة في علاقة غير شرعية كتكون خايفة. تلاقيت معاه وكان هو الانسان اللي كيطلع لي المورال، كان الاخ والصديق والاب. المهم على الاساس صعب دازت بيناتنا علاقات وهدا، ووعدني بالزواج ووعدني بان داك الوليد غادي يكون ولدو وغيدير معايا بزاف الحاجات بحال اي بنت كتطمع باش كتسمع هذا الشيء. بقيت معاه العلاقه، حملت معاه بنيته الاولى اللي عندها 4 سنين دابا، حملت بنيته الاولى. بقى اليوم غدا غنزوج بك، اليوم غدا غنزوج بك، خليها ما تحي ونخليها غتولديها. بقيت هذاك ولدت البنيته، جابني لكازا خلاني عند اخت ديالي. بقيت عند الاخت ديالي شحال وانا مع الاخت ديالي. الاب ديالي كرا ليا وعطاني واحد البركه باش نعاون براسي، حيت باش ندير شويه كوميرس وهذا، حيت انا امي يمكنش ليا ما عنديش كل عيش ديالو بيبي ولا هذا. صافي هو ملي شاف الاب ديالي عطاني فلوس داكشي جا عندي، قال لي اجي نجمعو نكريو في شي ابارتمون كوم سا انا نخدم وهادي. قلت له صافي امين، انا كنت كنثيق فيه اللي كيقول لي، كنقول لي اه فعلا عطيت شويه ديك البركه اللي عندي. مشكره في برنوصي كرينا شي 3 شهور بحال هكاك، حملت بالوليد ويقول لي قال لي انا ما عنديش تخلص الكرا وهادي، وما خدم ما دار والو. لدرجه انني كنت كان رمضان وكنقيل صيمه، وتنبقى صايمه حتى لوحدة الليل، حتى كيجي حتى كيخرج هو قبل من الفطور وما كيجي حتى لوحدة الليل، كنبقى صايمه حتى كيجي بالليل، عاد كنفطر عاد كيجي بيا ما كناكل. ماشي مشكل، قلنا ماشي مشكل، الانسان وقف معاك في الظروف وقفي معاه، فهمتي المراه اللي كتصبر على الراجل. بقينا بحال هكا، ملي عرفني حامله خرجت من الدار قال لي انا ما عرفاش عندي تخلص الكرا. مشيت سكنت في سلو، كرات لي الام ديالي واحد بيت كويزينه وصوالين. مشيت جلست في سلو، قلت لها الام ديالي كرات لي سير انت دابا قلب على خدمه، قلب على شي خدمه اون طوندون، وقف على رجليك باش هذا راه قرر نقرب نولد الولد الثاني. ما يمكنش فعلا داكشي اللي كان. السيد بقيت في سلو شحال وانا في سلو، تقرب نولد عاد كرا الدار في التشارك، بقينا ساكنين فيها. ولدت ولدي بشهر خرجنا من الدار ديال التشارك. مني سكننا في التشارك، ولدت شهر جات مولات الدار ما كيخلصهاش، مولات الدار بغات دارها، خوينا دارها. مشيت جلست مع الاخت ديالي 3 ايام على مدى الحل، داني دارهم بقيت جالسه معاهم في دارهم حتى دات شي شهر. عاد واش داروا لي لاكت، داروا لي لاكت. ملي داروا لي لاكت بون لاكت داروه في عامين دابا باش درت لاكت اكزاكتومون، هضرت ما قلت عامين دابا باش درت لاكت. بقيت جالسه معاهم في دارهم 8 شهور بالضبط، 8 شهور 8 موا دبت باش نشيت سكنت في دارهم. كنت غير خدامه، مجرد خدامه، مكرفسين عليا، ماما اللي شفيا بزاف حاجات. ما كنتش كنحط الماكله في طبصيلي نجي ما لقاهاش، يقول لك لا كتالوسيني ما خليتي والو في طبصيلك، بغاو يدخلوا معايا الحماق باي طريقه، ردوني كنالوسيني كيتهيئ ليا. بون فتنا هادشي، ضربت 8 شهور السيد جرع عليا قال لي ضرب غوات هذا، مي كيقول شي كلام كيجرح، جرع عليا طريقه فنيه، جرع عليا اخ. بون بقيت ساكنه، خرج واحد المراه عندها جمعيه في طالني عطاتني بيت في الفيلا ديالها، خديتو سكنت مع وليداتي. خدمت في واحد السناك في بلفادير عند العم ديالي، عم ديالي كيجيني من العائله، خدمت عنده كان كيعاونني ونيبو الماكله كنتخلص، ولكن مسكين كيعاونني كيعطيني الماكله ديال النهار وليداتي كيعاونني. من بعد وقفت معايا الاخت ديالي كريت هنايا في التشارك في زرهون، ما بغاش يعترف بالدراري، انا بغيت ندخل وليداتي المدرسه ما بغيتش نحرمهم، ما بغاش. كنقول لك كتبي اقرار بالبنوه، كيقول لي ما نكتبش اقرار بالبنوه، كنقول بغا لاكت ديالي باطل، وانا بغيت دموجي انا لاكت، ما بغيتوش يمشي هكا. انا ماشي السنين اللي ضيعتها معاه كلها غير تمرميد وتكرفيس
في الاخر لاكت ديالي يطلع باطل وباب داري كيسدو عليا وكيحلو فاش كيبغي. انا بغيت المسؤولين يتدخلوا في هذه القضيه، بغيت اقرار بالبنوه ووريقه وليداتي يخلص اللي عليه في لاكلينيك، وريقه وليداتي واقرار بالبنوه ضروري، يعطيني اقرار بالبنوه انا صاب وريقه وليداتي ماشي مشكل، واكيد اقرار بالبنوه بغيتو وبغيت دم وجهي، حيت انا عايشه مع واحد السيد اللي ما اللي مجوجين جواج باطل مبطول. انا ما فهمتش انايا باطل ولكن باطل فوالا، بحال في علاقه غير شرعيه، حيت هذاك اللي داوني درت عنده العقد هذاك السيد كيعرفوه هما، انا ما تنعرفوش. دابا هما انت كتشوفي فين هو الحلال؟ ما كاينش الحلال، هذه الورقه باطل. الطلب ديالي اليوم هما المسؤولين يتدخلوا ويديروا لي حل في هذه القضيه، ما يمكنش انا ما خداماش، ما عنديش مدخول شهري باش نعطيها باش يمشي يجيب الورقه بنتي، وباش ما بغاش يكتب لي اقرار بالبنوه، وهذا لاكت هذا اللي يدير لي، لان مزور هذا لاكت باطل، هذا لاكت باطل. انا كنطلب المسؤول باش يدخلوا، انايا ما نخليش دم وجهي هكا يضيع، عايشه معاه ولاكت ديالي باطل، هذا لاكت مزور ولا ما عرفتش.